السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الخوت خواتات كذلك أمهات الغاليات، شخباركم لاباس عليكم؟ كنتمنى من الله تكونوا كلكم بخير وعلى خير وانتم كتشاهدوا الفيديو. فيديو اليوم ان شاء الله كذلك من سوق العتيبية. اليوم غادي يكون فيديو متنوع، نشوف معكم عدة محلات جيت نتغدى لواحد الأخت جزائرية. كما كتشوفوا ما شاء الله الشراشي في صلة، اشكالات كثيره وعليهم استقبال. وهنا واحد المحل كيبيع الارواب 3 ب100 ريال وحبه ب25 ريال، اسعار مناسبه. كنتمنى الفيديو يعجبكم، بتسونيش باللايك وتبارطاجيو، وجزاكم الله كل خير يا رب. وهذا المحل جل داخل القيصريه ديال العتيبيه، شوفوا العبايات اللي عندهم ما شاء الله. هذا الخمار شوف سعره تقول ب45، وهنا كما كتشوفوا بالنسبة للعبايات اللي وريتكم اليد ديالهم، هذه هي فيها كاع اللوينات، هي هادي الشوفه، هاد الشيلان ديال المناسبات بس اسود كله ب40، اللي هنا هادو 35، هادو هادو 4، هادي هادي 35. من هنا من هنا حتى الخضره ب35، من هنا هذا العمود هادي هذا برضو ب35. شوف هذي، هذي المنديل الجديد ب35، يعني خفضنا السعر. شتو هذا ب35؟ في بيجيو في بيجيو. وهنا من البيضة حتى لهنا بكم؟ هذي 95 وهذي 95. الزرقاء 95 هذي صح؟ إيه 95 إيه، من هنا الزرقاء حتى هنا 95، ومن الخضراء حتى لهنا هذا سعرها 35. هذا المحل جا داخل القصرية العتيبية. شوفوا هذه كيف، شوفوا هذه ب95، وقول فيها الالوان هذه النقشه، شوفوا نفس اليد نفس الطرحه والله حلوه، نفس عبايتي هذه بس هذه فيها مخدومه بالماكينه. شوفوا هذا هو المحل ديالو مقابل مع المحل ديال السمبوسه. شوفوا هاد المحل عنده عبايات من 100 120، شوفوا ما شاء الله. وهذا اللي فوق على حسب، هنا في عندك 70 80 110 100 150 على حسب. شوفوا ما شاء الله محلهم كبير وعندهم عبايات شي حاجة زوينة. وهذه 220، شتو ما شاء الله داكشي حلو. هذه كتسمى بشت، شتو الخوت شتو كيفاش كتجي. شوفوا الخدمه كيف، حتى في الدراع نفس هنا نفس الدراع بس اليد كتكون عاديه. هذه شوف كيف مخدومه، هذه سعرها 130 ريال. عبايات عندهم حلوه ولكن فيه الثمن، هذه 130 ريال بالسلسله. شوفوا اليد ديالها كيف، شتو هادي اللي قلت لكم بشت كتجي زوينه وحكا تخلوها المناسبات بحال مع التكاشر روعه. شوف عريضه، شوفوا هاد الموديل اليد كلهم مخدومين عنده. في هاد النوعية، في هاد النوع اللي كيجي هاك، حتى الطرح عندهم شي حاجة زوينة. شوفوا من 30 ريال، لا 35، هذا ب30، هادي ب35. شوفوا
هما المحل ديالهم مقابل مع هذا المحل. شو هنا القيصرية فين هاد مول البريوات، هذا هو المحل معرض أكرم للعبايات. عندهم شي حاجة زوينة ولكن كاين الثمن. هاد الموديلات من 25 ريال، شوف ما شاء الله. وريني وريني هذا، هذا طويل، شوف ما شاء الله 25 ريال. شوفوا هذه كاع لويناتها، وهادو اللي هنا هذه 35، شوفوا هذه ب 35. يلا غنصور لكم المحل، اربع حبات ب 100 ريال. شوفوا وريها ابونا، شوفوا ابو 400. شوفوا ما شاء الله اربع حبات ب 100 ريال. شوفوا اللوينات فنين، وفي مقاسات صح؟ في عندهم مقاسات. هاي طويلة. شو ما شاء الله. شوف اللوينات، كاع اللوينات عندهم ما شاء الله. شوف اللوينات اللي عندهم، شوف هاد الموديلات يبحش كل قنيطة. شوفوا ما شاء الله مرة حلوين، لوينات وزاين. وهادو كم؟ 35، هادو ب 35، 3 ب 100 ريال. شوفوا ما شاء الله كاع اللوينات عندهم تبارك الله. شوفوا البنات، هذا هو المحل اللي صورت لكم ديال الأرواب. شوفوا الحويجات ديال الوليدات، ما شاء الله قيصرية عامرة. بالنسبة للناس كيسولوني على الساعات، راه حتى هنا كاين الساعات. شوفوا تقم في قيصرية عامرة كم هنا؟ 10. شوفوا من 10 ريال أي قطعة، من 10 ريال. هذا المحل ركن كابات، جنب المحل اللي كيبيع الشراشف ديال الصلاة، جنبهم محل ما شاء الله محل ديال البخور. وهذا المحل ناجح ما شاء الله. شوفوا هنا، شوفوا هذه راه فيها الشبكه مزال. شوفوا ما شاء الله هذا المحل هو اللي دائما كنصوروا لكم وكنتقدم عنده. شوفوا ما شاء الله داك الشيء عندو مزال. وهذه فيها الالوان ياك اخي، فيها الوان عادي، فيها الالوان ما شاء الله. عيد عرايسات ما شاء الله وطن ديالنا. كما تشوفوا هاد الشراشف بحال الصلاة عليها استقبال، كيبيعوها ب 45 ريال، يعني خديتي كمية خليها ب 40 ريال. ما شاء الله قلت لي الوحدة 40 ريال. شوفوا ما شاء الله كم الحبة ب 50؟ 2 ب 50 ريال. شوفوا ما شاء الله 2 ب 50 ريال هذا المحل. أسواق الشعبية ترى حلوة. سنين بخمسين ضد الموية، ضمان سنتين. المهم أنت كما تشوفوا هذا محل فتحوه جديد. جيت عند عطار بغيت ناخذ من عنده البخور. البخور عندهم راه مسقي، شوف حاط فيه مستكة، فيه كلشي. بعد المحلات كتلقوه عادي ساده ما فيه شي حاجة، هذا بدا كين مسقي. بالنسبة للخوت اللي غيسولني على الزنقة على الشارع العام،